انا علي ابني املس المشاعر، عمره ما بيكتب. حافظ عبد الودود مندوب من وزاره السياحه. بقول لك يا زوزو، اللي شفته في الحلم هو بالظبط اللي حصل. قرب قوي من ربنا وما تتعبش يا ابني قلبنا. لك كنت مش مصدقاني يا معلم. انت المرة الوحيدة اللي قلت فيها الحقيقة كنت بتطلع بطاقة. شوف ازاي علي ملوش الحاجات دي خالص. ده علي ما بيفهمش غير في الكذب. ده ما يبطلش كذب على مراه. الف واكس على الرجالة. الرجالة ماتوا في التروسيكل. والله ما بكذب عليه. قال لي ان الحلم ده ملوش غير معنى واحد، ميت بيسلم ميت. وانت يا ابني كل حلم تفسره ان انا هموت. شهر رمضان هيهل اهو، وده شهر مبارك. لسه بصوم. هتصوم يا علي؟ علي صايم السنه دي. هو مين ده يا حبيبتي اللي صايم السنه دي؟ لو النبي ده مش ده حفيد رابعه العدويه. وانا لما اقرب من ربنا ابقى عامل عامله. بس انت اخر مره سمعت فيها قران كان في عز ابوك. اسمع كلام امك يا علي، مش كفايه انك ما بتصومش؟ عيب عليك، ده انت زي الشحن. صايم والله العظيم صايم. حط راسك هنا احسن. اشمعنى يعني؟ عشان تبقى على القبله وانا هدفن. ده انا هنام يا عم. سامح الليسي تاج الموبايلات. علي ابو الكرامات معتكف. والاعتكاف ده ما ينفعش يكون في البيت. تعرفي ايه عن صاحب الصوره دي؟ ايه يا صبري؟ انا علي ابو الكرامات. ايه علاقتك بعلي ابو الكرامات؟ بعتين لك رساله معايا. هما مين دول؟ طبعا انت هتموت وتعرف احنا مين. ما اعرفش اي حاجه. عايزك تعمل لي تحريات وتجمع لي معلومات عن كل الموظفين اللي شغالين في الشركه دي، وبالذات اللي اسمه علي. اللعبه هيكون على حمير زيك. شكلهم كده عايزين يحاولون الكسب غير مشروع. ما تحب تنصب؟ يلا ما تنصبش على الغلابه يا عره. ادهم الشرقاوي في نفسك انت قوي. فين مسلسلاتنا بتاعت زمان؟ سلام. فين الحاج متولي وجمال الحاج متولي؟ هي دي رسالتي. ياه.